صلوا الله صلوا لا إله
يسري ويسري. لا إله إلا الله. لا إله إلا إدريس ابن نبينا. ومن جاء هذا القدر باليسر واليسر. المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضر ضيوف الأكابر، نحن جميعا في ضيافة فاخ. يزداد مجلسنا في ذات الوزارة بمشاركة عدد من نجوم مليك السماء، منهم ملاحظة عبد الله رئيس شعية الأصالة لمليك السماء من كلاس، منهم الأخ الثمالي رئيس الشعية الوزارية لمليك السماء بمدينة تازة، وعدد آخر. يزداد مجلسنا كذلك بعدد من العلماء ومن الضيوف الذين حملوا لمشاركة في أيام هذه المهرجان الظاهرة. سيداتي وسادتي، نعطي الكلمة لأستاذنا الجليل العالم العلامة الأستاذ سيدي محمد بن حماد السقلي ليفتتح هذه الليلة المباركة. رحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيسعدني أن ألبي الرغبة وأن أقول على تطوان الله والرضوان وبخشوع قائم في القلوب وبلسان ضاجع بالدعاء إلى الله وبالشعور القوي والحب إحدى حضرة روح مولانا إبليس الحبيب القريب لسيدنا